مسيو أيمن، بونجور، صباح الخير. صباح الخير عليكم كريم ونهواند، وشكرا على المقدمة طبعا، ومبسوط ان انا معاكم. ويعني انا الحمد لله الفترة اللي فاتت ضيف مع على قناة الاهلي دايما، فدي حاجة هو كويسة ده برضه بيتك يعني. بقى مش ضيف يعني، خلاص بقى ده بيتك. النهارده طبعا زي ما كنت بتكلم يا ايمن، معانا منشطات يعني مختلفه، وطبعا الحديث الابرز لازم هنبدا بيه وهو قصه موسيماني. ويعني انت بتشوف برضو القرار ازاي، او تاثير ده فيما هو قادم على الاهلي ازاي؟ خليني معلش ابدا معاك بهذه النقطه، اتفضل. أكيد طبعا لازم يبقى في تخوف لدى بعض الجماهير، لأن توقيت رحيل المدير الفني إلى حد ما صعب. بنتكلم قبل عدد من المباريات المتتالية، طبعا من ضمنهم مباراة القمة أمام نادي الزمالك، من ضمنهم مباراة بيراميدز في كأس مصر القديم. فبالتأكيد الأمور دي يعني لازم تبقى فيها تخوف، ولكن في النهاية احنا اتعودنا في النادي الأهلي لما بيبقى فيه قرار، ايا كان القرار الجمهور بيبقى كل همه ان هو ازاي يدعم فريقه بالشكل الامثل. بيتسو موسيماني حاليا اصبح جزء من تاريخ النادي الاهلي، جزء من الماضي. هو بالضبط. المدير الفني السابق، بنشكره على الفتره اللي تواجد فيها في النادي الاهلي والنجاحات اللي حققها. ولو في اخفاقات احنا اتكلمنا فيها، والانتقادات بامر طبيعي جدا، واي مدرب هيبقى ليه نجاحات وليه اخفاقات. طبعا الفتره الاخيره ممكن يكون كان في بعض السلبيات اللي كانت ظاهره، وكان واضح ان يعني الى حد ما ان الامور ممكن ما تكملش بالشكل الامثل، او ما يبقاش في استمرار لنهايه التعاقد. ولكن طبعا التوقيت نفسه يعني نقدر نقول يعني إلى حد ما صعب، بس برضو الفترة الحالية ده آخر فترة توقف دولي موجودة لحد نهاية الدوري، بالظبط فنقول لعله خير. شكرا بيتسو موسيماني. النادي بالظبط الأهلي زي ما قلنا قبل كده ما بيقفش على حد، مدربين، لاعبين، إداريين، رؤساء أندية، ناس رحلت، والنادي الأهلي هو اللي مستمر. فهو ده المبدأ بتاعنا، بنشكر أي فرد اشتغل في النادي الأهلي صحيح بالشكل الأمثل وادى للنادي الأهلي، وفي نفس الوقت احنا مكملين في طريقنا ومسيرتنا، لان ان شاء الله عندنا بطولات لازم نركز فيها، وده دور الجمهور الفترة الجاية ان هو يدعم فريقه بشكل قوي جدا. كويس جدا. خليني بقى اروح معاك سريعا برضو لابرز المنشطات، ونبدا معاك من اليوم السابع يا ايمن. العنوان بيتكلم عن الكفه متساويه، تاريخ مواجهات كوريا الجنوبيه ضد مصر. يعني لو اتكلمنا بلغه الارقام، كان 17 لقاء بين الطرفين، يعني كان في 5 انتصارات ليهم هما الاثنين، انتهت ب7 مباريات بالتعادل، وخسرت مصر 3 عن اخر 5 مباريات في جميع المسابقات ضد كوريا. ده بلغه الارقام، ولكن برضو حتى لو اتكلمنا ان هي مباراه وديه، ما زال برضو الموضوع ممكن يكون الناس مش عايزه تروح تخسر، حتى وديه وديه مش هتفرق معايا، بس انا مش عايز المنتخب بتاعي يخسر. في غيابات، في ظروف صعبه، نفسيا كمدير فني ولعيبه عندهم مشاكل. طبعا، وخصوصا بعد اللي حصل والقصص اللي احنا سمعناها الفتره اللي فاتت. فبتشوف المشهد ان شاء الله النهارده ازاي؟ لا، المباراة خدت طابع طبعا خاص جدا بعد التصريحات الأخيرة لرئيس اتحاد الكرة عن مصير المدير الفني، والتلميح ان بيبقى فيه دراسة لسيفيهات مدربين أجانب، بعد كده يطلع نفي ان لا ما كانش يقصد ان هو يقيل المدير الفني. لا ده يعني في لغط طبعا، وكابتن إيهاب جلال في وضع لا يحصد عليه، يعني تقريبا الفترة الأخيرة ما شفناش مدير فني تعرض لهذا الوضع اللي هو يعني بنقول عليه وضع مؤسف بكل تأكيد. ولكن فمن هنا هتيجي أهمية المباراة، مش مجرد ان يبقى مباراة ودية، لا ده مباراة كابتن إيهاب جلال هيحاول ان هو يعني يقول من خلالها رسالة، اللعيبة كمان ممكن تقول من خلالها رسالة لكابتن إيهاب جلال، اللي بعضهم طبعا من ضمنهم مجدي أفشة وتريزيجيه نشروا على طول صور دعم للمدير الفني. كوريا طبعا كده كده هم بيستعدوا لكأس العالم، وعندهم أفراحهم واحتفالاتهم، واحتفل بالظبط بصوت، وكان عندهم بيلعبوا البرازيل، حتى لما خسروا الموضوع مش يعني مش كارثي بالنسبه لهم، الناس بتستعد لكاس العالم وبيلعبوا مدارس مختلفه عشان خاطر يعني يستعدوا بشكل ما لكاس العالم. لكن الامور عندنا احنا اللي عندنا مشكله حاليا، المنتخب اداؤه
غير جيد طبعا في المباراتين الاخيرتين، وده امر طبيعي. كمان في اخفاقين المنتخب طلع منهم في 2022، والناس طبعا مش قادره لسه ما تقدرش تنساهم دلوقتي، وعشان تنساهم لازم ينسون بانجاز او بحاجه استثنائيه. ف اكيد المباراه النهارده لا، لازم المنتخب يظهر بشكل جيد، مفيش ضغوط يعني. هو ما نقدرش نقول في ضغوط على المنتخب لان هي في الاخر مباراه وديه، ولكن لازم يبقى في شكل جيد، لازم هتفرق يبقى في نفسيا حتى مع اللعيبه والجماهير، يعني خلينا نبقى برضو بنقولها بهذا الشكل. صحيح ومع ايهاب جلال. طبعا، وكمان الماتشات الوديه دي احنا اتلدغنا قبل كده فكره التصنيف، فلازم يبقى في تعامل جيد مع المباريات الوديه، خصوصا ان هي في اجنده دوليه، وزي ما قلنا الاجنده الدوليه الجايه لسه هتبقى في سبتمبر اعتقد، هيبقى فيها مباراتين ملاوي، فيعني لازم نستغل المباريات دي بشكل جيد. بالظبط، وكوريا منتخب مميز جدا، ويعني منتخب في كاس العالم، ف والناس كلها هتتكلم عنه، وطبعا صلاح مش موجود فمش هنتكلم عن صلاح وسون، ف يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق انا لمنتخب عندي مصر. سؤال ليك، ولو عندك اجابه انا عارفه هتقولها لي، لو عندك يعني، هو كابتن ايهاب جلال يعني بعد ما يرجع من كوريا الجنوبيه ان شاء الله وهذا الماتش الودي، عندك معلومه المصير هيبقى ايه يا ايمن؟ الصراحة ما عنديش المعلومة الأكيدة، ولكن هو في لغط، هم قالوا إن يوم الخميس اللي جاي في اجتماع باين اللي هو لما المنتخب يرجع وهيبتدي يتناقشوا في مصير كابتن إيهاب جلال. بس أنا أعتقد بعد الرأي العام، يعني الرأي العام هقول إيه، اتغير رغم إن كان في هجوم بعد مباراة أثيوبيا، ولكن بسبب تصريحات الكابتن صح، جمال علام الامور اتعكست، فاعتقد ان ممكن التصريحات دي تكون في صالح استمرار او بقاء الكابتن ايهاب جلال، لان الناس تعاطفت اصلا مع نقطة الكابتن ايهاب كويسة. جلال. ما ينفعش التعامل معاه يبقى بالطريقه دي، حتى لو في نيه للاقاله ما ينفعش التعامل معاه اعلاميا يبقى بالشكل ده، لان للامانه وانا اسف طبعا في اللفظ اللي اقوله، هو فيها اهانه شويه لمنصب المدير الفني صحيح لمنتخب مصر. صحيح، اتفق معاك. فاعتقد ان نسبه كبيره الكفه تميل ان هو هيكمل يعني. تمام، طيب برضو من ضمن الحاجات استاذ ايمن، بعد نفسه صباح هو اللي الفل مش عليك، ما جاتليش بس فرصه اصبح عليك صباح الفل ومنورنا كالعاده. من ضمن حبيبي يعني المانشيتات اللي جت على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا من خلال موقع روسيا اليوم اونلاين، ليه علاقه بمونديال قطر 2022، طبعا المونديال اللي كان الود ودنا نبقى طرف فيه، لكن يلا كل شيء نصيب يا استاذ ايمن. المهم المانشيت بيقول ايه، منتخبات اسيا تسجل رقم قياسي في مونديال قطر 2022، طبعا من منطلق ان في حوالي 6 منتخبات اسيويه هتشارك في كاس العالم، فمن من ضمنها طبعا السعوديه واليابان وكوريا الجنوبيه وايران وقطر اللي هو طبعا البلد المستضيف، بالاضافه الى المنتخب الاسترالي اللي انضم اخيرا وكان اخر الواصلين. فنقدر نقول ان بالنسبه لقاره اسيا دي نسخه استثنائيه من كاس العالم، ووجود هذا الكم من الفرق الاسيويه معناها ان في احتماليه ولو مش كبيره قوي ان ممكن يوصلوا للنهائيات او تصل للنهائيات احدى فرق اسيا. طبعا يا كريم، وصبح عليك تاني، ويا رب تكون بخير. اكيد هي نسخه استثنائيه لقاره اسيا، فكره ان المونديال حاليا تاني رجع لهم تاني بعد كوريا واليابان، دلوقتي في قطر. كمان المفروض يبقى استثنائي للعرب اللي موجودين من اسيا، بعيدا طبعا عن عرب شمال افريقيا، لان السعوديه تقدر النهارده جماهير كتيره تقدر تتواجد هناك، فاعتقد ده فرصه جيده لمنتخبات اسيا زي ما انت بتقول كده. يمكن على ما اتذكر منتخب كوريا هو اللي كان وصل في 2002 يعني لدور قبل النهائي او حاجه زي كده يعني، فممكن ليه لا الكاس العالم بتاع قطر نلاقي منتخب اسيوي موجود في دور الثمانيه، ممكن حتى نلاقي منتخب عربي زي قطر زي تونس صحيح. زي يعني المغرب يقدروا ان هم يبقوا موجودين في النهائيات. فلا هي نسخه استثنائيه زي ما انت قلت، هي نسخه استثنائيه في كل حاجه، احنا كانت تنقص وجود منتخب مصر طبعا. منتخب الاسترالي للامانه يعني انا مش حاسس ان كان هو اللي ممكن يبقى احق شويه او يعني ما قدمش حاجه استثنائيه في الملحق، وحتى فوزه على منتخب الامارات كان بصعوبه، وامبارح لما كسب بيرو برضه ركلات الترجيح وجمهور بيرو كان عامل ملحمه في المباراه يعني.
فخلينا نشوف المنتخبات. نتمنى طبعا التوفيق يبقى اكبر للمنتخبات العربيه سواء في اسيا او في افريقيا، ولكن هو مونديال، يعني انت قلت كلمه مهمه جدا، هو مونديال استثنائي سواء لاسيا صحيح. او مونديال استثنائي في كل حاجه، ونفتكر ان ده اخر مونديال بشكله الحالي 32 فريق. بعد كده ان شاء الله المونديال من 2026 هيبقى هيصه، وكل اللي نفسه يصعد كاس عالم ان شاء الله هيصعد. طيب بص، احنا كان معانا يعني بعض الاخبار العالميه، لكن انا وكريم اعتقد يعني هنكتفي معاك بالاخبار اللي احنا ذكرناها دلوقتي يا ايمن، وهروح معاك بس كده اخيرا لسؤال هيجمع يعني مجمع شويه. توقعاتك ان شاء الله لما هو قادم لمنتخب مصر، وفكره هنا ما ينقصنا يعني من وجهه نظرك وخبرتك برضو اكيد، ما ينقص المنتخب انه حتى يعود مره تانية لما كان عليه؟ يعني خليني اقول لك، احنا دلوقتي للاسف بنقول احنا عايزين نرجع زي ما كنا، مش عايزين نتقدم، دي حاجه مفروغ منها. الحاجه الثانيه لو تسمح لي برضو سريعا، قصه هنا الكره المصريه وهذا الحال اللي وصلنا ليه ده، من وجهه نظرك راجع ايه اصل المشكله؟ يعني ده تساؤل يمكن على السوشيال ميديا مطروح ولحد دلوقتي محدش لاقي له اجابه منطقيه شويه. من وجهه نظرك ازاي ممكن نصلح الحال مره تانية او يتم اصلاح حال الكره المصريه؟ اتفضل يا ايمن. هي الاداره، مشكله الكره المصريه في الاداره زي ما احنا بنشوف اهو، يعني اداره اتحاد الكره فيها مشاكل قد كده. النادي الاهلي نفسه بعد المؤتمر الصحفي الاخير شفنا مشاكل تتعلق بخطابات مش موجوده، لا خطابات موجوده، لا خطابات اتبعتت ما اتبعتتش، صحيح. بيطلع في الاعلام في خطابات، يعني هي مشكله اداريه. قطاعات الناشئين عندنا فيها مشاكل، يمكن في السنين الاخيره الكره المصريه على مستوى الناشئين والشباب مش موجودين. احنا فين فين؟ حتى لما صعدنا الاولمبياد مؤخرا الشكل ما كانش الشكل الامثل، رغم ان احنا تاهلنا الى حد ما صح. للدور الثمانيه. فهي مشكله الكره المصريه اداره، كيفيه الاداره، مين اللي بيدير الكره المصريه؟ هل بيديروها بسيستم؟ هل احنا حاطين خطه طويله الامد زي ما بنقول، وخطط تانية قصيره لما نروح نلعب في كاس افريقيا؟ دي خطط قصيره الامد، ان احنا ناس متمرسه في افريقيا وناس مصنفه. طب ازاي نبني اجيال وازاي نبني منتخب ان احنا بعد كده لما نلعب يبقى لينا شكل ولينا الهويه بتاعتنا صحيح. ولينا النتائج؟ النهارده بنشوف انجلترا قعدت سنين طويله بعيده، مثلا اللي هي بنقول مهد كره القدم، قعدت سنين طويله فيها مشاكل فيما يتعلق بالمنتخبات، حطوا بلان معينه وعملوا خطط ومن غير ما ياثروا على الدوري الانجليزي ولا يقللوا المحترفين ولا يزودوا اللعيبه اللي من الدوله، لحد ما في الاخر شفنا المنتخب الانجليزي ما بين افضل اربع منتخبات في العالم في المونديال، وبعد كده في اليورو بيتاهل للنهائي. شفنا منتخب بلجيكا ازاي بقى ضمن منتخبات المصنفات المصنفة الأولى عالميا في خلال آخر 10 15 سنة بسبب البلان اللي حطوها. النهارده المنتخب الألماني لما خد كأس العالم في 2006 على ما أتذكر، أو 2010، يعني مش فاكر للأمانة التاريخ، بس كان عمل خطة اللي هي مع معلوف، كانت خطة طويلة الأمد إن إزاي المنتخب الألماني يبقى على صعيد كل المنتخبات وكل الأعمار السنية منتخب جيد وبياخد كل البطولات. فهنا هي دي الخطة، إحنا هل إحنا متسيدين أفريقيا على منتخب الشباب أو الناشئين أو أي حاجة؟ إحنا مش موجودين للأسف، فدي مشكلة إدارية. فأنا كل اللي نتمناه إن إحنا يعني المنتخب الاول عندنا فيه مجموعه جيده جدا من اللاعبين، لكن هم ينقصهم بس يعني ان يبقى فيه روح معينه ما بينهم، يبقى فيه اداره فنيه معينه ما بينهم، عشان نقدر ان احنا في الاخر احنا وصيف افريقيا. فوصيف افريقيا ده معناه ان احنا برضو موجودين على الساحه في كاس العالم، خرجنا من اخر خطوه. ولكن انا هقول كلمه اخيره، نشوف محمد صلاح واحمد سيد زيزو، اثنين من افضل مسددي ركلات الجزاء سواء في مصر او حتى رقميا يعني في العالم، النهارده لما يهدروا ركلتين الجزاء بالطريقه دي في التصفيات الاخيره لكاس العالم، فدي رساله من عند ربنا بتقول لنا ان انتوا ان منتخب مصر او الكره المصريه لا تستحق ان هي تتواجد مثلا في كاس العالم، او حتى عدم الصعود هيبقى بسيناريو قاتل بالنسبه للكره المصريه. فدي علامه، يعني في علامه ايه اكبر من كده ممكن تخلينا نشتغل ونقول لا ان احنا اكيد في حاجه غلط طبعا. لازم نصلحها؟ طبعا. فدايما بنقول الكره زي ما فيها فنيات فيها معنويات، يعني نسال الله ان يجي لنا ناس تقدر تدير الكره المصريه بشكل جيد. يعني
يعني أيمن أنا ما غلطتش لما قلت قبل ما تكون معانا ونستضيفك إن إحنا معانا أيمن جلبرتو وهو هيدينا الإجابات بمنتهى الشفافية والمنطقية في نفس الوقت. كلام مهم جدا كمان اللي أنت ختمت بيه ده. أنا بشكرك جدا على وجودك معانا عبر طبعا سكايب.